إذن أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام. كانت وجدوا الآن بمسقط رأس بولو أكيد إلى هنا في المنتخب من ميسا كما تشاهدوا معنا التراث المحلي هنا. عطينا شي حاجه جبليه اخويا الله يحفظك. حنا في لايف على قناه شوف تي في اكيد اهداء لساكنه اقليم تاونات اكيد. حنا كنتواجدوا في المسقط ديال الراس ديال عائله بولو اكيد متابعينا الكرام. هاد الاجواء اكيد الاجواء جميله كنعيشوها هنا في الاقليم ديال تاونات على ضفاف بطبيعه الحال اكبر ماشي اكبر سد في المغرب وانما سد اسفل احد اكبر السدود اللي كاينين في الاقليم ديال تاونات. وغنبقاو مع هاد الوصله غنائيه يعني من الفولكلور الشعبي التوناتي اكيد. تفضلوا سيدي مع الفرقه. شنو اسم الفرقه؟